أجمل حاجة في العيد اللمة، يوم الوقفة، الهدوم الجديدة بقى على الكنبة كده مكوية ومطبقة وحلوة جدا، كل شوية ننام ونصحى نبص على الهدوم دي هنلبسها بكرة في أول يوم العيد، بنحلم إن احنا نلبس الهدوم دي. وطبعا أنا فاكر في العيد إن العيدية كانت بتطير على البومب والصواريخ والبلالين والحاجات دي. هي كانت أمي الله يرحمها كانت عايزانا نحوش، وإحنا ما كناش نعرف نحوش أبدا، يمكن رامز اللي خد منها الحكاية دي. في ناس بقى إيه عشان طول رمضان بياكلوا بقى لحمة وفراخ وحاجات كده يعني، أول يوم العيد في الغدا يحبوا يغيروا، ياكلوا إيه بقى؟ فسيخ ورنجة وبصل أخضر. أنا بقى من الناس دي. كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة ومصر بخير.